الحمد لله ربنا وفقني في الفترة الأخيرة ما بين أكتر من بلد عربي هتشترك في إنتاج الفيلم، الإمارات العربية ودولة الجزائر ودولة المغرب ومصر طبعا، عشان نحقق هذا الحلم اللي أنا بعتقد أنه شديد الأهمية بالنسبة للتوقيت. والفيلم مع أنه تاريخي إلا أنه بيكون له ربط واضح بالحاضر. أنت بتتكلم عن عالم عربي متهم بأنه ينتمي لمنظومة قيم عنيفة بتصدر الإرهاب، بتخلف دماء على أرض البشر بشكل عام. أنت متهم بده، متهم أنك إسلامك ودينك يحض على العنف وعلى الدم. لابد من تصحيح هذه الصورة. وعشان يحقق الفيلم هالهدف بيتم التركيز على قيم الحضارة العربية في الأندلس، رد الاعتبار لهذه الثقافة وهذه الحضارة، إنها كيف أثرت البشرية في فترة من الفترات، كيف حملت مشعل الحضارة وحصل احتكاك حقيقي بين العالم الغربي والعالم العربي.